مش هتعرف تشتغل كل ما المية كتيرة. لا بس بسم الله ما شاء الله، والله العظيم يا الشيخ علي هو عارف. والله يا جماعه انا السمك ده ما فيش حاجه اسمها لا سمك مش عارف ايه ولا ايه، والله ماليه وصف، طعمه جبار. صيد السمك بالايد، ايه بس لما نسقط يا عم عادي. بقول لك ايه، تيجي نروح عند الواد شكر، هو يعني هو قريب. هو مين ده؟ عمك سلمان ولا لا؟ عم حادي يا عم اسقط هنا. عمك سلمان؟ لا ما هم نازلين اهو بقى، مش هينفع. هم في احلى حته فيها سمك، ما انا بنزلها على طول. انا سلمان والله الواد شكر هو ده عمك سلمان؟ لا لا لا، ده عيال يا عم صغيره. الراجل ده هو اللي يا عم ده خلي بالك، دي مليون في المية مكنوسة. اه كله بينزل، هتلاقيها مكنوسة دي. ودي بقى تحت الكرسي كده ماشي. ايوه اضحك، افرد وشك كده هتلاقي الدنيا، ربنا يسر الحال. ما جبنا بقى ما جبناش، ده حاجة بتاعت ربنا يا عم. ما انا عارف انت ممكن هتطلع، والله لا تطلع دلوقتي باذن الله. طبعا يا جماعه الحته دي مليانه ميه، فبيبقى الصوت صعب فيها، لكن والله قدامي كنا جايبين تقريبا بتاع ما شاء الله بتاع لا يقل عن 7 كيلو سمك بالايد كده ما شاء الله. اول امبارح جبنا بتاع 7 كيلو ابو احمد ما شاء الله. ده انا قعدت ازقز في سمك لما اتلوحت. الصلاة على النبي، وري كده بالله عليك يا اخي. هات دي بس نو طلعها كده، طلعها طلعها بالله. طلع اي سمك يا صغار. الصلاة على النبي. هات قرموط كده، شفت بعيد بالمرة كده قرموط؟ بس هتلاقيه نضيف ده، خلي بالك. غير القراميط اللي بتاكل طينه واوعى علة الزحلق. اطلع من الناحيه الثانيه. الكره شغاله. بيستغرب عم شيخ. امال ايه ده اثار؟ ارميها هنا بدل ما تكون بذلت ولا حاجة. ايه مش نافعة؟ جلة بتاع الجاموس. انا ما بصيتش فيها، بس حاسسها كده ان هي حاجة غير السمك. عروس ايه؟ عرفت سلكة العروس. طبعا يا جماعة هات 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 اوريه. بسم الله ما شاء الله. حطها على الارض كده، سمكة العروسة. حطها على الارض اهي. بيجي الراجل هنا ايه، يخطف كده من المصرف ده، بيحط ايديه ما شاء الله بيجيب سمك. خير بلدنا، ربنا يحفظ مصر. ادي الخير اهو، يجي جوع تحط ايدك في جحر تطلع لك سمكتين تتعشى بيهم وتحمد ربنا، وتحمد ربنا على كده. شر اهو شر. طبعا ده معانا اهو الصقر ده. سمك هنا وسمك هنا اهي. برنس اهي. امسكها بالدلتا، ما مش باينه من ايدك يا راجل. انا مسكتها من ايديها هتنزل على طول على الميه. والله. انت
كده عايز كده؟ ايه؟ عايز كده؟ عشان يبانوا في الفيديو. الكلام ده بيبقى